تعالوا بقى نروح لزميلتنا العزيزه هاله ابو القاسم وهي متواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان تعرفنا اخر الاخبار والمستجدات. صباح الفل عليك يا هاله، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ مع الفريق الأول لكرة القدم، وطبعا كان أعلن مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعد انتهاء مباراة المصري أن الفريق هيحصل على راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوم. طبعا زي ما احنا عارفين أن الموسم كان طويل جدا، أكيد اللاعبين محتاجين بعض او وقت من الراحه عشان بقى يبداوا يستعدوا للموسم الجديد. طبعا بعد هذه الراحه هيكون عندهم منافسات مهمه جدا، سواء طبعا السوبر الافريقي، سواء منافسات دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا، او بقى سيمي فاينل كاس مصر. طبعا بعد فوزنا على المصري هنواجه امبي، يعني عندنا طبعا ثقه كبيره جدا في رجال النادي الاهلي. ان شاء الله بقى ياخدوا فتره من الراحه، لان فعلا الموسم كان طويل جدا وكان عندهم منافسات ومباريات كتيره جدا في الموسم، فان شاء الله بقى تكون اجازه سعيده اكيد زي ما فرحوا كل جماهير النادي الاهلي. خليني بقى اقول لكم ان الحقيقه الموسم ده كان موسم مليء بالانجازات، سواء على صعيد الفرق الرياضيه، يعني زي ما شفنا طبعا الفريق الاول لكره القدم حقق العلامه الكامله في البطولات، كل البطولات اللي دخلها قدر يتوج بيها، او في بقى الالعاب الاخرى يعني حققنا برضو معظم البطولات. وكمان بقى على صعيد التطوير الحقيقه في انشاءات النادي الاهلي، وطبعا كمان شفنا الحقيقه خدمات كتيرة جدا لأعضاء النادي الأهلي، آخرهم طبعا مصيف النادي الأهلي اللي موجود في الساحل الشمالي، وكمان طبعا افتتاح بقى مقر جديد للنادي الأهلي وفرع النادي الأهلي الأخير الرابع طبعا بالقاهرة الجديدة. يعني الحقيقة طبعا مجهود كبير جدا مبذول من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، طبعا بنتمنى لهم من مزيد من التألق والنجاح. خلونا بقى دلوقتي نروح للألعاب الأخرى، ومعانا النهاردة خبر متعلق برجال كرة اليد. وسافرت بعثة رجال كرة اليد أو الفريق الأول لرجال كرة اليد لسلوفينيا عشان بقى يدخلوا في معسكر مغلق استعدادا لبطولة الأبطال الدولية لكرة اليد. هيخوضوا عدد من المباريات الودية، مباراة أو اتنين، عشان بقى يستعدوا ويدخلوا في أجواء البطولة. بعد كده بقى هيغادروا إن شاء الله للبوسنة عشان يخوضوا منافسات البطولة. منافسات البطولة هتبدأ من يوم 14 حتى 18 أغسطس. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق بقيادة مستر ديفيد ديفيس، إن شاء الله بقى يعملوا بطولة كبيرة ويكون خير بداية للموسم الجديد ويحققوا أرقام جيدة جدا في البطولة. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى أعلنت إدارة النشاط الرياضي امبارح إنه هيتم افتتاح أكاديميات في فرع النادي الأهلي الجديد، فرع القاهرة الجديدة. الأكاديميات هتكون لكرة اليد، كرة السلة، كرة الطايرة، وكمان التنس الأرضي. طبعا بقى هتكون بمعايير ومقاييس عالمية زي ما عودنا النادي الأهلي دايما، طبعا ده خدمة لأعضاء النادي الأهلي. كل بقى الأمور المتعلقة للاشتراك في هذه الأكاديميات هتكون طبعا هيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة، وهتكون طبعا على الموقع الرسمي للنادي الأهلي أو طبعا داخل مقر النادي الأهلي. يعني طبعا خدمة أكيد جيدة جدا لأعضاء النادي الأهلي. كمان بقى غدا ان شاء الله يوم الاثنين هيعقد لجنه العضويه برئاسه الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي اجتماع بقى مع الراغبين في الاشتراك في النادي الاهلي. طبعا الاجتماع ده هيكون اونلاين عبر تطبيق الزوم، وده طبعا بقى عشان يسهلوا على كل جماهير النادي الاهلي اللي حابه تشترك في النادي الاهلي عمليه الاشتراك، وكمان استماره طبعا الاشتراك في النادي الاهلي. يعني خدمه مميزه جدا اكيد سواء لداخل او خارج البلاد المتواجدين، اكيد ده هيسهل عليهم عمليه الاشتراك في النادي الاهلي، خصوصا ان في اقبال كبير جدا على الحقيقه الاشتراك. يعني احنا يمكن بنغطي عدد من هذه الاجتماعات، الاقبال بيكون كبير جدا، وطبعا يعني اكيد اي حد بيتمنى ان هو ينتمي لاسره وعائله النادي الاهلي. اخيرا بقى خلينا نروح للاخبار الاجتماعيه، ولجنه المراه اعلنت الحقيقه عن اقامه ندوتين داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. الندوه الاولى هتكون غدا يوم الاثنين ان شاء الله، وهتكون بعنوان سلامه صحتنا افضل لحياتنا، وهيدير الندوه الاستاذ الدكتور حسام موافي رائد الطب البطني وامراض القلب واستاذ طب الحالات الحرجه بالقصر العيني. الندوه زي ما قلت هتكون غدا ان شاء الله الساعه 9 مساء هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، وكمان
هيكون في ندوة تانية تحت عنوان دور الفن في الارتقاء بالذوق العام والترابط الأسري. الندوة دي بقى هيقدمها الفنان القدير طبعا محمد صبحي، وهيدير الندوة الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر. طبعا برضو هتكون الحقيقة ندوة مميزة جدا. الندوة التانية هتكون إن شاء الله يوم الثلاث الساعة 8 مساء هنا أيضا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني طبعا الندوات دي الحقيقة بتكون مميزة جدا، فكل الأعضاء بقى تقدروا تيجوا وتحضروا هذه الندوات. دي أخبار النادي. كمان بقى خليني زي ما عودتكم دايما أقول لكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. درجة الحرارة دلوقتي 35، الأعضاء بالفعل متواجدين داخل النادي وفي سيولة مرورية جيدة للطرق المؤدية للنادي، يعني تقدروا تيجوا بقى وتستمتعوا باليوم النهاردة في أجواء أهلاوية خالصة. يعني أنا هوندو يا كريم، دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة في فقرة أخبار النادي الأهلي. معاكم طبعا لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. أنتم مش بتدونا الحقيقة أي فرصة للمزيد بالاستفسارات، من كتر ما تغطياتكم بتبقى كافية ووافية، بنشكرك عليها شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم. وطبعا الندوتين اللي اتكلمت عنهم يعني هنا ندوتين في منتهى الأهمية بحضور شخصيتين محترمتين جدا كل في مجاله، فإن شاء الله أكيد هيبقى لها انعكاسات طيبة على الناس اللي هتحضر الندوتين دول. ملفات مهمة فعلا طبعا. زي ما أنت بتتكلم وشائكة ولها تأثير كبير جدا على المجتمع، فمهم جدا أن يتم التعامل معها بشكل فيه تطوير كمان كل فترة، أنه بيأثر على الرأي العام وعلى الذوق العام عامة، وبالتالي الثقافة العامة في المجتمع أكيد.